أهلا بكم في قناة كوكتيل. رغم مرور عام كامل على عرض الفيلم قصة حب، إلا أن الفيلم الرومانسي قصة الحب تصدر أحاديث ورواد السوشيال ميديا منذ ليلة أمس، بعد أن تداول عدد من النشطاء موقع التواصل الاجتماعي لمشهد نهاية أسر عرضه على موقع اليوتيوب الذي تتضمن وفاة البطلة الجميلة والتي جسدت دورها هنا زاهد في مشهد مؤثر بأحضان حبيبها يوسف والتي لعب دور أحمد حاتم. وجاء العرض الأول لفيلم قصة حب في 13 فبراير 2019، حيث دارت أحداث حول المهندس يوسف الذي يحاول شقيقته دفع للزواج، وأثناء ذلك يقع الحادث يفقد بصره بالصدفة. في أحد الأيام يصدم بفتاة اسمها جميلة التي تهتم به وترعاه فيما بعد ويتتعلق به وتحبه، لكن يبدو أنهما سيتعرض لاختبار صعب عندما يصبح كل منهما أن يثبت حبه للآخر. شارك في بطولة العمل أحمد حاتم وهنا زاهد وعلا رشدي وفرح يوسف ومؤمن نور وحنان سليمان، والفيلم من تأليف وإخراج عثمان أبو لبن. جدير بالذكر أن النجمة الشابة هنا زاهد تبدأ بتصوير أولى مشاهد من فيلم الغسالة للمخرج عصام عبد الحميد منذ أيام، تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة. وتعود هنا زاهد في فيلمها الجديد تكرار تعاونها مع الفنان أحمد حاتم بعد نجاح فيلمهم قصة حب على المستويين الجماهيري والنقدي، إلا أن أحداث الفيلم الجديد مختلفة بحكم أنها تدور في إطار الفانتازيا والخيال العلمي.